معقل الإرهاب في العاصمة طرابلس، في آخر معقل لتنظيم الإخوان الإرهابي في المنطقة بالكامل. دعنا نتحدث برأيك، كيف وضعت مكانة ليبيا هذه العمليات أمام دول العالم ودول الجوار أيضا في محاربة الميليشيات والتنظيمات الإرهابية؟ أنا واثق أن بقى في قناعة تامة لدى الجميع بعد 6 سنوات كاملة لم تتوقف فيها الحرب يوم، أن الليبيون مصممين تصميم لا بد منه من التخلص من هذه الميليشيات وهذا الإرهاب وهذا التدخل السافر الأجنبي بالقادة التركية والقطرية، وليبيا دولة واحدة غير قابلة للتقسيم. هذا ما الرسالة الذي وصلت للعالم أجمع. أما تأثير ده على دول الجوار ومنها طبعا مصر بلدي، أن ما يحدث في ليبيا لولا الجيش الليبي ورجال ليبيا وما قدموه المواجهات ستكون على حدودنا الغربية. وأيضا كانت ستكتوي الجزائر وتونس وجميع دول الجوار وحتى جنوب أوروبا في الهجرة غير الشرعية، ووجود بؤرة كبيرة جدا للإرهاب الدولي في هذه المنطقة الهامة جغرافيا في العالم. الجيش الليبي استطاع أن يدحر هذا الكم على مدار 6 سنوات، لم يتوقف يوما. معركة استمرت في تاريخ المعارك أظن أنها من أكبر المعارك المستمرة يوميا على مدار 6 سنوات. نعم، دعنا نستذكر فقط أستاذ أحمد عامر، المعركة ليست ضد الميليشيات والمجموعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية فقط، المعركة أيضا أمام دول مثل قطر وتركيا التي تحاول التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا بعد أن كانت تستهدف المنطقة بالكامل. في الحقيقة الآن المعركة أصبحت محصورة في العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية بفضل هذه العمليات المستمرة التي ذكرت حضرتك منذ 6 سنوات. بالطبع الكثير من الدول لديه مصامع على رأسهم قطر وتركيا وتنظيم الإخوان اللامسلمين للسيطرة على مفاصل الدولة في ليبيا. الآن وبعد 6 سنوات المعارك في منطقة جغرافية تعد لا تزيد عن 10-15% من كامل مساحة ليبيا، ولكنها المنطقة التي فيها كثافة سكانية عالية جدا، لذلك أخذت وقت كبير جدا. وأنا عتابي على الإعلام الليبي قبل الإعلام الدولي، مع بداية عملية تحرير طرابلس الجميع تحدث على أسابيع وربما أيام ثم أشهر، وهذا للأسف الشديد جدا في كثير من الأحيان يعطي نتيجة عكسية ويحبط الهمم زي ما بيقول. هذه معركة كبيرة جدا، هي المعركة الأخيرة، هي تحرير العاصمة، هو التدخل المباشر من دول لديها جيوش ولديها إمكانيات في ظل استمرار حظر التسليح على الجيش الليبي. هي معركة صعبة جدا، أي نعم بيتقدم فيها الجيش الليبي وبيسبب خسائر كثيرة جدا للإرهاب وللأفراد وللميليشيات، ولكنها بالتأكيد ستأخذ وقتها. ولا ننسى بنغازي التي تحررت على مدار 3.5 سنوات، وكانت المعركة أقل من هذه المعركة من حيث المواجهات العسكرية. نعم، أستاذ أحمد عامر نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام العربي المصري، على كل حال أشكرك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من القاهرة.